السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا واحد نار اسمها الحرسي كسو دواده قام فرن قلب فرن وحالي راي ان شاء الله ما توقيبتي تبنات وحالي راي رشادة شرملكا طبعا سؤاله ما شاء الله بسيط اي سينو قنيان مركا احفظت اي سؤالي سينو قنيان مركا ان شاء الله ما توقيبتي تبنات طبعا ما انتو حكا هلدينا ودستوركو مركز سبب الدستور كواحد دبلو يقول نقضه مركز قانون عم بأحير لباريو عم بقف مك مثلا جنب اللي هو باريو عم بأنتو وحجبي عم بأحير الدولة دولا الدستور ك أيك حرمتها مركز مركز سبب مثلا هدا دولة كشقيو عم بأنو هدا الشعب هاي عندوني حق تضل بضو وين الدستور ك عن أي واحد حق له هاي واحد حق له هاي واحد مثلا الدستور ك هدا جناح عم بأ وح قانون ك كبحسن عن جيستو وحريرها دستور حكومي مركا ودمدن يوروب طبعا س ودد كل رقم دستور هو ده ودد أنا تعلين بني آدم كنت لقول تحديو حوودي س مركا وح كستوى دستور كم بلاص ونقلية عم بحرك الدستور ك عم بمسة عم بهي أدي كم السول ك وحاس أياد بلوغ نقلية سوء قفك ويد حقي سانوي مركا مثلا إما ك قفة كريمة كيستي عم بقفة دباتي كيستي طبعا نود ما ترى قفك هدو دباتي كيستو ويجردلان وحريرها عم ب وحريرها دبات بدل بقفك وكيستان أو كحد جدب أه وحريرها إنسان ماذا واحد شرد ولدو حلي راها يعني قفكي حد يعني جرتل أي نافتو مثلا أنا قعمي سلسل شبيو لوي سلسل شبيو وحلي راها دواتا بضن أو حوق لوغيستو أو حتى مركو حدو صوب حقف عن الدنب اللي هين نبرضي أن بوحي سو قاري مركي اللي هيستيو كلي وحلي راها أنا يكون غضان عقبت نلوشي سهل وطولي مركا ما انت إن شاء الله سؤال شو حكا هذا الساعة دستور كتشر مركو وحو هابون كي هاي دستور كتشربكو مركا عقوبة ضوك على أي شرتو عم بمركو قف قدام بجيشتو وحالي راها تلبات واحد دوني تان دسكو وشهو شرملكا وحويا دول ذها أنا دلتو كش عم بقصاص وحالي راهو سأنا قلنا نقانو أنا وحالي راها كل قمني يبو قفكي قدام بجيشتا أبا وحي قف في دواتي جيسا لبا أرموت أي كهي قوليسا وحاس أيا واركسا ودرنضا علي راها وفري وايو حتى قف في سوق الدنبي جيسا أيا حقوق إنسانك أبا حقوق بني آدمك ينفتي سئنا أنا للي قارن مرحلة إنا لتوكتو أبا لا لقد تخلصو مركا شر مركا مجرتو وحلي راها دلتو غشا أبا قف حري ألا دلدلو أبا وحلي راها قفكها وحلي راها بدأ لقط صورة أم بقى لقط تخلص وما جرتوا وحوى يقفوا حتى هادو بقول قف دلو أم بقى تنقف ودلو أم بلا وقت قف ودلو وحالي راها أم بقى وحالي راها وحي حرام أبدي إن تشيل جيان هذا أي ملا يكون حرام أنا ولي أنا كسب حكرين أتوقع بس شن إلى بعض السنة وعمر جيسي تكلمي وحالي راح شن تال لبعض السنة ضاد ودم بيجا ما عندك سبب وجيستي أي كحسابنا يعني هادو قف كنا دم بيه يرجع جيشتو سيدا مثلا ما انتو كل هادا تكاسي جيشتو وحكسو قاد سيدا بو حكسو اما هتدو انا لعكتا ام بقرش كان بحنو واسكا بع بحشتو اسكا عرق عرشتو تشاري وحاك قل ما يان قناح يربا كوصة توريان يعني. قناح بكينيا قناح حاس بكينيا وحي تبقى دولار با عرقسا يضا مريسا شم كنو دولار ام بقول كنو دولار قابي مركا شرمركو حالي راها ودولدها وحالي راها استخدام تبني آدمك عقلي أهان سداو عقابتا أدقو أنا وحريرها كرامة ديسة أم بو حريرها نلوشيسة أنا خطر قليل مركا إن شاء الله السوء دواد إن شاء الله ما أنت سؤال شينو أردت أسكو صاف سنتهي دستورك عقوبة لها أم بدن بيدا وحوك قوا مركا السوء دواد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وادا وحلي رها قيبتي وحلي رها تمنات وحلي رها رشاد شرملكا سؤال شواتا أكتينا كتالو سؤال شا تمنات وحلي رها هاي فاز است مت ديم دوشن جروند جزست فير اين بار يعني سؤال شو معناه دو حويان
dastuurka jarmalku dabcan wuxuu ka hadlaa waa insaannimo, wuxuu ka hadlaa karaamad. Marka cuquubadaha yani uu qofkii markuu matalan wax uu sameeyo amba dembi uu galo, waxaa la yidhaahaa maysi leeyihiin dastuurka wuxuu ku dhaqmayo, iyo ficilka waxaa la yidhaahaa ay dowladdu waxaa la yidhaahaa amba dadka nafidinaya amba ku dhaqmaya amba fulinaya waxaa la yidhaahaa dastuurka wuxuu ku dhaqmo. Labadaas misleeyihiin waa taa su-aashu. Marka si fiican usii faahfaahiyo, waxaa la yidhaahaa wuxuuna siiyey A iyo B iyo C iyo D. Ed waxay leedahay D Bruegel Strafe. D Bruegel waa maxay? In aad qofka waxaa la yidhaahaa aad la dilo, yacni matalan markuu qofku matalan haddaan ka soo qaadno wuxuu soo qaatay talaagad buu soo qaatay amaah ku soo qaatay, marka ganaax badan baa ku firay, lacagti buu bixin waayey, markaa booliskii baa matalan u yimi. Booliska markii maaha inuu qabtaba uu dilaba oo uu jirdilo waxaa la yidhaha uu geeyo waxaa la yidhaha uu yacni gacanta u qaado. Dabcan dastuurka jarmalku ma ogolo bini aadam waxaa la yidhaha mahma ka jirimidiisu ay tahay in aa waxaa la yidhaha gacan loo qaado. Beedu waxa weeyaan D Volter waa maxay? In aad si xoog loo jirjiro, dabcan dilka caadiga iyo dilka jirsiltiga ah dad baa jira imika maarata Afrika oo kale, markuu qofku dhibaato uu geysto amba wax yar xataa lagu leeyahay booliisku intuu soo qabto buu jirsilaa, feer kala daano waxay ku dhuftaan usha waxaa la yidhaahaa baaskoolada bay madaxa ka dhuftaano, qofkii amba ilkay ka tuuraan amba si xoogaba u cadaabaa si uu qiro dambigu samaystay. Marka foolta waxa weeyaan jiltilka xoogga ahba ayay macnaheedu tahay. Marka ma taasaaba mise waa seeda seed waxa weeyaan D Todesstrafe yacni tood waxa weeyaan waa dil, yacni qofka in la dilo kawo laga siiyaba. Marka cuquubadu ma waxay ahaanaysaa in hadduu qofku wax dambi hadduu geysto in la dilo kawba laga siiyo. Dabcan jarmalka ma ku jirto xeerkiisa amba dastuurkiisa ma ku jirto, haddaa insha allah 10 qof dishid amba 15 qof dishid qaxa doontid aad dishid ma kugu xukumaya dil, wuxuu kugu xukumayaa amba abadi buu kugu xukumayaa amba wuxuu kugu xukumayaa waxaa la yidhaahaa lacag badan, yacni wuxuu hadduu doono wuxuu isku ka darayaa inuu ku xiro ganaax weynna waxaa la yidhaahaa uu ku saaro. Marka jarmalka xuquuq insaan ayaa ka jira, insaan karaamadiisu agsta, xataa qofkaas haduu dambi geystay waxaa la yidhaahaa dhibaato ma geeyo, waxaa la yidhaahaa ma dilo kawna ma ka siiyo. Mise waa deed waa maxay? D Geldstrafe waa maxay? In aa qofka lagu ganaaxo lacag. Dabcan taas ayaa badanka jarmalka ka jirta, waxaa la yidhaahaa dilka iyo toogashada iyo waxaa la yidhaahaa gacanta qofka loo qaado waa waxyaabaha dee waa dhifay ku tahay, ilaa dee ilaahay baa ogdee. Anigu maan arag leen marka anigu qof la qabtay oo la jirtilayo, ilaa dee qof isagu waxaa la yidhaahaa shaarac markuu booliska uu qabanayo kale uu diido amba amarka uu sameynayo. Marka waxaa sax ah waxa weeyaan dastuurka jarmalku maadaama insaan yahay, maadaama waxaa la yidhaahaa karaamada insaanka ilaashado, marka dastuurka jarmalku badanka wuxuu ku dhaqmaa qofkii wax kasta oo dhibaato u jirta inuu ku dayo inuu ganaax waxaa la yidhaahaa lacaga uu keeno. Markaan intaa ka baxo, dabcan calaamada cas waxaa ku qoran D Geldstrafe waa deeda ayaa saxda ah. Marka waxaan doonayaa ka yara faa'iido arrin yar. Dabcan waxaa jirta dad baa arkaysaa booliisku markuu qabto waxaa la yidhaahaa 2-3 nin isku tagayaan, gacmaha u xirxirayaan, dhibaato u geysanayaan. Waxa weeyaan Yurub waxay qofku markuu isagu amarka uu diido, marka la yidhaahaa bal matalan nin booliisa ku yimi wuxuu ku yidhi bal oosheeskaaga itus amba wuxuu ku yidhi istaag waan ku baarayaa. Waxa weeyaan sharcinta gacmaha taagtid oo waxaa la yidhaahaa si nabad leh saana dhibaato lagu geysan oo wax caqabad aanay hadhow iman, aana la oran inanka waa la dilay, inanka waxaasa lagu sameeyey wax wanaagsan. Booliisku wuxuu kugu amro oo ku yiraha waxaa ka joog amba waxaa la yidhaahaa bal sii jeeso oo aan ku baarno amba waxaa la yidhaahaa gacmahaaga soo dhiib silsilada aan ku xidhno wax wanaagsan, in waxaa la yidhaahaa silsiladaada soo dhiibatid oo gacmahaagana soo dhigatid si aana dhibaato lagugu geysan. Haddii kale dabcan haddii amarka jabisid oo iska dhigtid nin firfircoon, anigu waxaan sameeyey, anigu waxaan qabtay, marka awal shay isdhiib
waxaa la yiraahaa alo ku kaxeeyo meeshay ku geynayaan markay ku geeyaan kabacdi waxaa la yiraahaa xaq waxaa u leedahay looyartaa qabsatid xaq waxaa u leedahay adigu intaa isfaacdid xaq waxaa leedahay xorriyad baa u leedahay inaa karaamadaada iyo sharaftaada la ilaaliyo maadaam adigu aa ula dhaqmaysid si sharaf leh iyo si wanaagsan laakiin haddana adigu dadkaana ula dhaqmin aas leedahay dhulkan jarmalka hooyada iyo aabbahaba iskale waxaa ogaataa dhibaato badan baa lagu geysanayaa waa dadka aragtiin youtubeyada iyo meelaha lasoo dhigayo gacmaha amba loo hanjabayo xataa hadday jarmal noqoto amba mareykan noqoto amba austreliya noqoto marka insha allah intaasay ku dhamaatay jawaabteena saxda waa diida waa inoo iyo waxaa la yidhaahaa xalqada waxaa la yidhaahaa 12-aad insha allah wasalaamu calaykum.